يلا على بيت العبش جت يا اختي. يا اختي هما اوضتين دول ولا اوضه؟ اهو عفش يا اختي وخلاص. العفش جاي يا ست المزني. نص أربعة أنت وهي على نيلة إيه؟ العفش إيه؟ هات بس يا ولد. يا بنتي يا صفية. أيوة. لحلحي جوزك يا أختي شوية، أحسن عربية العفش جت للعيال في الحارة يبهدلوها. يا ودي محبكها قوي كده ليه؟ لا كان لازم لا عفش ولا عريس ولا عروسة. اخرسي. أنت عايزة تفضحينا في الحارة ولا إيه؟ لا يما مش هفضحكم. زينهم يا راجل. عربية العفش جت. يا انت كبرت ولا ايه؟ يا اخويا بقولك عربية العفش جت. طيب هاتيلي غير نضيف من عندك. وانت ايه دخلك الحمام من غير غيار؟ يلا يا بنت بسرعة هتخلي من المخروب ده. عايز اخرج. اخرج يا اخويا، مفيش غير امك في الشقة. يا ابني اعمل لك هنا شوية. خد يا اخويا الجدع زوره ورد من كتر النضيف عليه. بيشيل الصابونة من الحمامة الصفية اللي نسوان تخلص عليها. مش كل يوم هجيب صابون انا. النبي عمرك ما كنت بخيل يا ابني. الغلا يا ام معلم الناس البخل. مش فاهم انا كان ايه لازمته ده؟ كان ايه بس لازمته كحك وعجين ونصيب عدم؟ فرح ما نعملش فيه كحك. ايه انت عايز الناس تاكل وشنا؟ فرح ايه يا ام؟ تصدقتي ولا ايه؟ يا واد خلي الطبق مستور. ايه الهي ربنا يعدي ليلادي على خير وتلم نقطتك وتجيب بقى الميكروباص. خلينا بقى نعيش ونتفك. حق يا زينهم، لو المعازيم يا اخويا الليادي كلهم ينقطوك غصب عنهم. انا قاعد في كل افراحهم النهارده الدور عليا. اللي ينقطوك ايه دي؟ تطير في رقاب اساسينهم. يبقى جيب لنا في الفرح الجدع المضحكات ده اللي اسمه ورده. صلاح ورده ده تلاقيه مات، اجيبه منين يا ام؟ يا ابني دور عليه، بقول لك بيضحكني، دمه خفيف قوي المضروب. حاضر يا ام هشوف. ايدك بعت 3000 جنيه اللي اتفقنا عليهم. رجعت في كلامي. أستاذينهم! دول عربين الليلة، الفرح هيقوم ازاي؟ أستاذينهم! أنت عارف يا زينهم، عارف يا حبيبي إن أنا شايلة دول للخارجة. بعد الشر عليك يا أم. تقولش الكلام ده ألف بعد الشر عليك، أنا هرجعهم لك وهنضفهم لك. يلا بقى نفيسة نفوسة نفسفس. يا ولد يا ولد يا بتتكلم. الله الله الله. هاتي بقى إيدك يلا. أيوة يا أخويا كل بعقلي حلاوة. أهم بلفتهم يا زينهم. اسمع اما اقول لك يرجعوا ناقصين مليم احمر. لا ياما انت بتديهم لواحد حرامي. انت بس ادعي لي الليله تكمل على خير يا رب. انا يا اخويا ورايا غير ان ادعي لك يا زينهم يا ابني. ده انا بقي وجعني من كتر الدعاء. يا دي انزل يلا انزل يلا العربيه يلا 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 رشم يلا. انا ما اعرفش لسه جديد يا دغور. مبروك عفش اختك يا استاذ زينهم. الله يبارك فيك يا ابو خليل. عدي بالليل شويه. ها يلا قول هنيجي معاك بقى احنا عشان نفر. لا 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 العفش رايح طنطا. اطلعوا انتوا لامي عشان وراكوا طبيخ. طيب الله يبارك لك الله يبارك لك. واحنا طالعين طنطا. طنطا مين يا كحول؟ رايحين نرجع العفش يلا. صباح الفل. صباح الفل يا عمنا. صباح الفل يا سيدي. امسك يا يابا. خلي بالك من العفش يالا. 300 جنيه يا ام حق ايجار العفش. دمم عليه، دخل الحاره عمل الواجب خرج زي ما هو. في 50 جنيه نقل. ليه بقى؟ انا متفق على 300 جنيه ايجار الاوضتين في الساعه شاكب راكب، والمعلم حبش هو اللي مظبط معاه. انت هتحكي في 50 جنيه يا زينهم؟ يا معلم ده ما عادش في الحاره ربع ساعه على بعضها، ومفيش ترابايه جت عليه. انا عارف النقله دي هتوجع دماغي. معلش. طب مرض السواق؟ لا السواق مرض. مرضانيش يا معلم. امسك يابا نهارك يابا. يلا سلام عليكم. والله يا لولا. سلام عليكم. يلا اطلع هات العرايس امسك فلوس اهي. انا مش عارف انت ليه مصمم تجيب عريس وعروس؟ ما الافراح دايره من غيرهم يا اسطى. امي هي اللي عايزه كده عشان قال الحرم ماكلوش وشها. طب ايه رايك ان ابويا وامي عملوا فرحهم من غير عريس وعروسه؟ ما تخلص يا اسطى انت هتحور. انت مش مبايت عليهم؟ اه مبايت عليهم. العريس واد صاحبي ملطشه معاه ما صدق يعني. بس خد بالك العريس اسمه عبد الله والعروسه اسمها جميله. يا ابني ولا هتفرق. يلا بقى قشطه هروح اجيبهم من على الدائري واجي. بقول لك ايه، تعمل حسابك تجيبهم وتيجوا على الزفه. اي تاخير هيحصل لهم، اي حادثه هتحصل لهم، انا ماليش دعوه يابا. تجيب لي عرايس غيرهم. عيب يا اسطى، هو انا بهلول؟ اعتمد عليا. بنتي اشرف من الشرف يا سمعادي. خلاص يا ام شرف، دي الحته كلها عارفاها. هتموتي هتولعي جوه هشطه. ليه يا اختي هو
المقرحه. شوفوا القلق عليها قد كده. ماشي يا بنتي يا مقدوره انت ريهات. ده انتوا ما شفتوش التلفزيون الا لما جوزك سافر ليبيا. لما مراتك يا غرعت. ما تلم انت مراتك وبيتك يا عم، احنا مش عايزين نتكلم. خش يا عبد الله. حتى ما فيهاش راجل. خش هتتخانق مع مين؟ ما كلهم جري. خش يا وليه. خش مالكيش دعوه. اه يا حته وسخه. خش خش جوه. استغفر الله العظيم. انت اتعورت؟ وريني. مالكيش دعوه انت. خش جوه. عايز اقعد انا وعبد الله لوحدينا. خش. اوعي. اسمع بقى يا عبد الله. بكره دخلتك على البيت جميلة بنت. عارف يعني ايه دخلة؟ يا عم الحاج احنا مش قلنا بعد شهر. انا قلت بكرة يعني بكرة. والحتة كلها لازم تشوف شرف بنتي. ولازمتها ايه الكرباجة دي يا عم الحاج؟ كرباجة ايه يا عبد الله؟ كرباجة ايه؟ انت كاتب على البيت بقالك 7 سنين، كده تقول لي كرباجة؟ فوق بقى يا اخويا فوق. الناس هتقول على ايه تاني؟ كفاية فضايع، حرام عليك. ده آخر مرة يا عبد الله بسألك. انت دخلت على البيت بنت من ورانا؟ ما حصلش يا عم الحاج. انا اعمل كده؟ انا خلاص. يبقى خايف من ايه؟ بكره هتخش على جميله وبلدي. بكره بكره ما دام ده اللي هيقطع لسنه الناس. خلاص نوريهم كل حاجه. وبكره انت قصدك ايه يا عسل؟ بلاها مطرب؟ صباح الفل. صباحك قشطه. ما انا بشوبش وبغني يا استاذ زينو. والله اللي اعرفه انك انت نبطش لما بتغني دي جديده عليا. وفي مغني برضه وش متعلم. وانا يعني متعلم في زوري. مالها دي ومال الغنى؟ وبعدين عدم مؤاخذه انا عايز اشيل لك الليله من بابها، وانت عاوز تلم نفسك. والله ده المطلوب. بص يا عسل، انا عايز مقابله جامده. كل معزوم وهو داخل الحاره ياخد احلى تحيه اكنه رئيس وزراء وجه الفرع. عيب يا استاذ زينهم، انت جايب واحد عشوائي ولا ايه؟ ما تقلقش، كل جثه هتاخد واجبها وزياده وكل مجال في مجاله. انت جايب العسل يا استاذ زينهم، وانت عارف كويس يعني ايه العسل. احنا ورانا حاجه غير التطبيل للناس، قول يا رب. خلاص يا عم انت هتطبل لحد ما تصدعنا ولا ايه؟ امسك. صباح الفل. ربونك اهو، حضر نفسك. بقولك ايه؟ اوعى تكون زعلت على موضوع وشك، انا بهزر معاك. انت في ايه؟ بالعكس ده انا مبسوط قوي، ده انت شايفني كويس. انا اتضايق. قال سلام. الحق يا شوقي، بيعلقوا ميكروفون الفرح في البلكون. طيب انا هتصرف، اقعد انت دلوقتي. هتتصرف تعمل ايه يعني؟ خلص اللي في ايدي وانزل لزينهم اقول له شيله، وهيشيله بسيطه. يا راجل يلا الحقوا قبل ما الليل يخش وما تعرفش تتلايم عليه في الفرح. فكرتيني بالليل، فكرتيني بالليل. ده انت الليله دي هخليكي تزغرتي. يا راجل احنا في ايه ولا في ايه؟ لا لا افرضي وشك يا بنت. الليله دي ليله الخميس، مش عاوز اي حاجه تعكنتك. طب بقول لك ايه؟ خدت الحبايه؟ مستورده وحياتك. بس هيحصل ازاي يا شوقي في الدوشه اللي هيعملها لنا الميكروفون ده؟ لازق في السرير. ده انا اقتله. محدش يقدر يلزق في السرير الليله دي غيري انا. طب بقول لك ايه؟ يلا الحق انزل له وخليك ناشف كده معاه في الكلام. حكيم انا خلاص عارفة. خلاص هنزل. سند بيومي فيديو فيلم. مفيش فيك يا جمهورية مصر العربية فرح الا وقمرة سند بيومي معلمة عليه. ماشي فاهم. بقول لكم انتوا التلاتة اسمعوني كويس. انا رقبتي في ايديكم انتوا التلاتة. ها؟ اي الا الفرح انضرب. ماشي؟ خد يا عم سند. امسك. ده حق 10 شرايط. ما تشيلش الكاميرا من على النباتشي، ما تصورليش حد غيره، لا عروسة ولا عريس ولا دياولة. ماشي؟ اطمن يا اسطى. السلام عليكم. السلام عليكم. خش يا كبرنا. شلت النقطة ايه؟ ترقد عليها زي الفراخ. حاضر يا كبرنا. أي حد يقوم ناحيتها تقطع لي إيده. حاضر. ماشي؟ شلفاطة. روبر عمنا. تستلم النقطة من النباتشي تسلمها لقوشة على طول. عين. ماشي؟ عين. يلا توكلوا على الله. قوشة. يا كبرنا.
الواد شلفطه ده ايده طويل نقطعها له. لا عينك عليه وبس. حاضر شلفطه. ايوه عمنا. الواد قشه ده ايده طويل عينك عليه. ها عيني عمنا. طبعا عمنا انت عارف ان انا مثال الامانه يعني. ماشي يا مثال وانا هروقك. عيني عمنا. ليلتك زي العسل. بالسلامه. بلد بقت كلها حراميه كلها حراميه. يلا يا رجاله كده اليوم هيفرق مش هنخلص كده. ما تخلصونا يا رجاله ما تخلوش شويه مزه دول. يا عم كيمو في ايه؟ كبير ايه ونيلة ايه؟ ايه يا عم بالراحه شويه انت هتحس خرس في الحنين. اوعى الحجاره المكتومه يا كيمو. ماشي يا باشا. اهلا استاذ شاوي اتفضل. خير يا استاذ. ده خير. خلاص علقوا الميكروفون في البلكونه بتاعتي الحمد لله خلاص. بس ايه؟ الليله تخت يا استاذ شوقي يعني مفيش حد في الحاره هينام الليله دي. ولا ست نسرين هي اللي زعلانه؟ بالعكس دي كانت فرحانه قوي قوي قوي. نسرين دي كانت طول النهار بتزغرط. بس توكل على الله يا استاذ شوقي. يبقى شرفنا شويه بالليل. طبعا طبعا. اكيمو لو عندكم ميكروفون تاني انا ممكن اقف شايله في البلكونه. ربنا يتم بخير. طيب طلع لي شلت ابو زيد بتاع بولاق. عينيا يا ريس. خليك معايا. قلت ايه يا ريس؟ بص انا ممكن اعمل لك فرح في ابريل يلم لك 50,000. هو ده اللي انا عايزه. بس هتردهم في 50 فرح 55,000. واخد بالك؟ ما هواش ربا لان السنه الجايه هعمل لك فرح هتلم فيه 60,000 وهكذا، يعني هتحضر خمس افراح في الشهر. هو ده نظام الجمعيه. داخل؟ داخل يا ريس. حلو. بس الفرح اللي عازمك فيه لازم تروح وتنقط باللي نتفق عليه، حتى لو مت الورثه بتوعك يدفنوك ويجوا ينقطوا، واخد بالك؟ دي فلوس ناس يا عمنا، والنهارده عندك فرح هتروح تنقط فيه. اهو يا ريس. طب علي، شغل قال علي. خليك معايا اسمع يا باشا. ها امين يابا؟ هيرموا 1000 جنيه واخد بالك؟ واديك سمعت الزياده الجديده. ايوه يا اخويا، الف سلام، سلام. معايا مفيش فلوس بتروح، خد بالك جمعية ودايرة قطر وما بيوقفش. طمنتني يا ريس. عندك فرح زينهم النهارده ده هيلم 100,000، هيجيب بيه الميكروباص اللي بيحلم بيه، أهو بنفك زنقة ناس، الدنيا ولعت دلوقتي يابا واخد بالك. يا فتحتي يا عبد الله يا فتحتي. يا بنت مالك في إيه؟ هيعرفوا كل حاجة يا عبد الله، وافقتي ليه إن الفرح يبقى بكرة وافقتي ليه؟ أعمل إيه؟ ابوك دماغه قفشت وطلبت معايا اوري الناس كل حاجه ونخش بلدي ومحضر امي وامي ومحضر امي وامي في الدخله. يا فتحتك يا جميله يا شبتت النفيجي والنبي ابويا لا يقطعني. ربك هيسويها ربك هيسويها. انت النهارده هتعملي العمليه. من ايه؟ من اني عبد الله واخر 200 جنيه دفعناهم لبلاط الحمام. هو انا مش مقريكي حوار السبوبه اللي الواد قالهولي جايبها لنا النهارده؟ كمان عاوز تفرج عليا الناس وتقعدني في كشف فرح مش بتاعنا؟ امال عايزين اعمل ايه؟ انا اتخنقت. اعمل اللي انت عايزه بس استرني يا عبد الله. استرني ما تفضحنيش. بس يا عبد الله بس. ربك هيسويها. هنخلص المصلحه بتاعت الفرح ونطلع الدكتور يعمل لك العمليه الليله. هو معقول هيبقى فاضي؟ ده معادنا مع الشهر الجاي. انا مش هسيبه لما ينجز حتى لو ظرفناه 20 زياده. اهو الولد هقول لك يرن. بقول لك ايه؟ ظبطي انت نفسك وانا هطلع لك. احنا خارجين لك حد الفرح. ماشي. يا رب. يا رب. ده كلام؟ ده كلام؟ انت جاي لي على الحارة هلولة؟ يا عم مستعجلين، انت جاهز ولا لا؟ يا عم تعالى بس على جنب ما تفضحنيش. خد 200 جنيه اهو عربون. 200 بلبل بس ليه؟ النهارده الخميس يا عبد الله والافراح على قفا من يشيل. لو كان يوم سبت ولا اتنين كان ماشي. تأجر عريس وعروسه باكو بس ده يبقى كفر. الله انت مش قعدت تقول لي شوف لي سبوبه وبعدين ما حدش غصبك بلاها. ايه ده كده برضك؟ انت هتقفش عليا يا هلوله؟ مفيش كلام في الفرح مع حد ولا حوارات، العروسه اخت صاحب الفرح. انا قاري وراسي على الدور كله يا برنس، وصاحب الفرح اسمه زين. طب يلا بسرعه هات العروسه وتعالى عشان لسه قدامنا المشوار طويل، انا مش عايز زينهم يقعد يرن عليا. طب بقول لك ايه؟ استنى انت بس على اول الطريق خمسه كده وهو حصان. يا صباح الفل يا صاحبي الباشا. لا حول ولا قوه الا بالله. اهي دي بقى علامه من علامات الساعه. ده كل جيرانه وقرايبه ومعارفه بيقولوا انه كان راجل طيب قوي وفي حاله وعمر ما حد سمع له حزن.
الراجل رجع من السفر دخل على بيته دبح امه ومراته وعياله وهم نايمين ودبح نفسه ونام وسطيهم. وعمل كده ليه ابن المجنون الله يرحمه؟ كان بيعمل لهم مفاجاه سعيده. سعيده؟ سعيده ازاي يا عمنا؟ انهم يناموا ما يصحوش. هو في اسعد من كده في الزمن الاخضر ده يا سيد؟ ما هو اللي زي دول ممكن يصحوا من النوم ما يلاقوش حق الفطار. اسكت اسكت بقى، ده انت رغاي قوي. لمع لمع. انا ماليش في العكنانه، مفيش نكته جديده يا فنان. تحب اقول لك نكته تضايقك؟ شغال ضايقني. ما هي دي النكته يا حمار. مفيش واحده تانيه برضو؟ ده انت ما عندكش دم. اللي اقول لحضرتك ما بقتش تيجي في حفلات زي زمان ولا بنشوفك في التلفزيون. الظاهر ان المونولوجيست بقى موضه قديمه يا ابو السيد. بالك انا بقالي 10 سنين لا رحت حفله ولا طلعت فرح. الظاهر ان الناس نسيت شكلي خلاص. الله، زمان كان المتعهدين بيقفوا عليا طابير بيخطفوني من بعضيهم. انا كنت بافين عشان الاقي على الاوردرات. انما دلوقتي اقول لك ايه؟ درامنا شغل، ده بين الزمان هيرجع ابو السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. معقوله ده الرئيس حمشي؟ الو. لا صلاح حواشي. ايوه حمشي يا اخويا. عندك فرح النهارده يا سيدي، واخد بالك؟ فرح بجد؟ يا ما انت كريم يا رب. بقول لك يا حبشي، خليك معايا ثانية واحدة أبص على نوت المواعيد. نعم أخويا؟ مواعيدك؟ أنت هتعملهم عليا؟ لا خلاص بلاش، شكرا، هشوف غيرك. لا لا لا، خلاص يا حبشي خلاص. جري يا حبشي يا أخويا، هو الواحد معرفش يهزر معاك ولا إيه؟ لا لا، أه طبعًا، ده أنا هكون موجود قبل الميعاد بساعتين. إيه؟ أه بس إديني العنوان الله يسترك. أه أيوه. أه 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 ايوه ايوه يا حبش يا اخويا، والله عارفه عارفه. ايه اكتبه اكتبه ده؟ ايه انا حفظته خلاص. بس معلش يا حبش يا اخويا، انت بتتكلم بجد؟ فرح فرح بجد. جزمه فنان يا واد يا زين. بلاش يا واد تجيب رقاصه في الفرح، دول بيجيبوا الفقر. كفايه فلوس اللي هتتعكر. استغفر الله العظيم، ما ينفعش ياما، ادام فرح كبير يبقى لازم نجيب رقاصه. يا ابني بلاش، خلي ليلتك تعدي على خير. حرام يا ابني. والنبي ما تسيبيني دلوقتي عشان انا دماغي مقلوبه. ما تخلصينا يا صفيه، عايزين ناكلهم عشان نتوكل على الله. يا اسطى زينو، يا اسطى، يا اسطى زينو. ايه ايه؟ بنت سميره بتاع البيره. عايزه ايه دي؟ عايزه تفرش البيره في الفرح. يعني هتكون عايزه ايه؟ بيره؟ يا اسطى احنا بنتشعبط في رضا ربنا. عايز تنجس لنا الليله؟ بيرة وحشيش ورقاصة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتحاسبني علينا؟ بتحاسبني علينا؟ طب ما خلوش 2000 جنيه دول اللي هتبهدلينا بيهم. 2000 جنيه؟ لا يا اخويا دول 3000 جنيه، عايز تسرقهم قبل ما تصرفهم؟ اسرقهم؟ برضه بتقول اسرقهم؟ طب علاء الحرام مديني ما يستنوا في جيبي دقيقة واحدة. اشبعي بيهم، اشبعي بيهم. طب اقعد كل لقمه قبل ما تنزل. اكلها ايه؟ اشبعوا بيهم. شايفه جوزك وعمايله رمى الفلوس في وشي. معلش يا ماما، زينهم الفرح تعبوا وعايز يلم القرشين ويجيب الميكروباص. اديني يا اختي شويه ميه. عيني يا ماما، عيني. ربنا يهدي. يا اسطى صباح فل. قبل اي كلام، معلم قورة عايز يدفع 7 جنيه على الصندوق. وهي دي منطقته يا اسطى؟ الكلام ده ما ياكلش، هو عارف كويس قوي دي منطقته. خلاص قول لامك ادفعي. طب ماشي، هنديك في البلاستيكه 5 بس ده عشان خاطرك يا اسطى. 5 ايه يا سميره؟ خلاص نزل المعلم قورة، ولو عرف يلم فرشاته يبقى تعالى قابلني. خدي بس قربيها شويه يا سميره. 5:30 اخري، قلت ايه؟ ماشي، روح حضري حالك، بس قول لامك الفرح كبير. عارفين يا ريس، ربنا يتم على خير. هو بالك يا ابو حبيبه. صباح الفل. يا استاذ زينو. يا ريس حبش. ايه مالك؟ دليله ليلتك. قوم هتخنقني بالقرشين اللي هتسلفهم. معلش معلش، استهدى بالله، انت واخد بالك؟ اخفى من وشها ساعتين لغايه الليله ما تقوم.
مش عايز حاجه يا اخويا؟ ربنا يكرمك نبي. خيرك سيد. الله يكرمك. اروح انا بقى سايد. ماشي يا ريس. اتفضل. ها كلحن يا معلم. الليله دي هتخلص على كام حبل ان شاء الله؟ 30 حبل يا معلم. الحبل في كام؟ ب 20 جنيه. ليه الحبل مش 100 لمبه؟ 100 لمبه. خلاص مشيها 15 شرايح. احنا مش غربه خد بالك. اللي تشوفه يا معلم. اه زينهم دخونا يعني. اللي تشوفه يا معلم. يلا قبل الليل ما يلاقي. ماشي يا معلم. اشرف استعجل لي بتاع الزفه. يلا سيطره. مش قادر تأجر لنا أي خن في أي داهية؟ مراحيض؟ إحنا زبالة قوي كده. طب ما أجر لك فندق أحسن. بقولت لك في البنزيمة وأنت اللي اتبطرت. الله يوه خلاص بقى كفاية جرقتيني. يا أختي معطرك. يا أختي اتنيلي. إيه الجمال ده؟ يلا 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 على العربية يلا. بسم الله ما شاء الله. مش شاكرين يا حاجة. ألف ألف شكر. اطلع يا أسطى على الفرح. ليه؟ إيه ده يا راجل؟ يا راجل بوس الأول. البوس أمره سهل خليه بعدين بعدين. ألا لو يا رحمة. شفت؟ خد عنك بقى الليل كله. طب بس ما بوزيش يا نسرين. أنا حافل لك الشباك عشان تركزي معايا. يلا هادي النيل على الحظ. ما شباك بوزون اللي بينها حبوس. ولا باينة البتاعة دي؟ يا إيدي يا رب. الحسنة اللي في وش دي مش قوي يا نجم بس باينه برضه. ده هي اللي مسيطاك يا نجم. مين في مصر ما يعرفش العسل ايه اكبر نبطش فيك يا جمهوريه. ماشي يلا انزل من على دماغي دلوقتي بقى. يلا يلا. اما ايه يا اما في ايه جاي لي الشغل ليه؟ مالك ينفع الكلام ده؟ تنزل ابوك مكسور الخاطر وما تبصش في وشه. حرام ما يبقاش قلبك اسود كده. ناسين اللي عملوا فيا يا اما وانا سامحه. عايزه فلوس يا اما؟ عايزك تسلم عليه. ده جالك لحد هنا برجليه؟ ما هو بيجي لي في كل مكان اروحه. اهو جاي اهو. يوهو يلا اخوانا يلا اخوانا يلا نشتغل. العرايس العرايس. الحمد لله على السلامه. اختي حبيبه قلبي. انا زينهم صاحب الفرح. طب مش عايزين نتاخر يا ريس عشان عندنا مشوار مهم. هما ساعتين زمن. الف مبروك يا اخي. ألف مبروك. تفضلوا تفضلوا. يا زفة إيه رأيك في أختك يا اسطى؟ أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ مفيش بس كان نفسي يبقى فرحي. هيرد يعني هيرد. طب والنبي حاول تاني والنبي. الو يا دكتور. انا عبد الله دكتور. عبد الله. ايوه دكتور عبد الله. يا دكتور انا عبد الله بتاع الحادثه. ايوه انا. بقول لك احنا الليله هنعمل عمليه. هننجز الليله. ندفع يا باشا مستعجل. لا لا جاهزين. جاهزين وكله تمام وتحت امرك. بالسلامه يا باشا. بالسلامه. مبروك يا بنت. الدكتور وافق وهيعمل العمليه الليله. هترجع عود كبريت زي ما كنت. استر يا رب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انت نورت الحاره. حاره راس انا يا مرسى. شفت يا مرسى اديكي بتتعاكس اهو كمان. تعال تعال يا مرسى. انت جايبني كهف. اه البت المفكوكه دي دي لما اخذ زيز الرقاصه جت غيرت امها.
ما تروح تغير في أي نصيبة، هما دول بيكسفوا. قول إيه يا ست مالك؟ مل على جنابك، مالك ومالها، ما تتلم يا بيت. صلوا على النبي يا جماعة، في يا زيزي ما تخفي. يعني أنت بتعري جسمك قصاد الناس يا مفضوحة، وكمان قللت الأدب وما تربطيش. هالهولة اصرفني من قدام النسوان دي. وإحنا يا أختي كنا حضرناكي عشان نصرفك، شوف اللي حضروكي يصرفوكي. أنا كده اتعصبت يا هالهولة، بقولك إيه، مش قلع هدومي ولا راكبة مسرح غير لما أخد الميتين جنيه. لا أنا لحد كده وماليش كلمة، القصة سلم هو اللي اتصرف. تعالي يا ست تعالي. تعالى يا أخويا. يلا المركب اللي تودي. إيه هو أنتوا رايحين فين؟ رايحة فين يا ست؟ إيه ده؟ ده النص زين. زينهم انا مش راكبة مصر غير لما اخد 200 جنيه زيادة، انا شايلة الليلة لوحدي. 200 جنيه زيادة؟ ليه انت فاكرة نفسك جاية فرح؟ دي جمعية يا ست البنات، يعني الناس بتلم فلوس. لا جمعية ولا سوبر ماركو. لا تعلي صوتك ولا ايه؟ هات العربون اللي وصلك وتوكلي على الله. عربون؟ على جثتي. ايدك على العربون لخنافك. خد. يلا غوري. الفرح جمعية قال كتكم 60 ميلة جي البلد بتخرب. عندك حل؟ عندك صرفة؟ اتصرف لي يلا بسرعة في رقصة تانية، بس تبقى حبة المهنة مش حبة الرغي. اصحى شوف، اوعى كده اوعى. وديني ما انا جاية غير اما تخلصني من الميكروفون ده، ويانا يا هو بقى في الليلة دي. اصحى يا عم اصحى وخلي بالك، لا اللي جرالي يجرالك. اصحى يا منطقة، بلدنا 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 بلد القنبلة، مصنع الرجالة. اصحى يا عم، اللي اولها المذبح واخرها اسم وفي النص المجرحة، يعني ميت ميت وقابل يا اسطى زينهم مع زينك. وسمعني السلام يا مسعود السلام، والحديدة ما بتعملش راجل. احنا نبطشية بس صنايعية، احنا نبطشية بس صنايعية. الله، احنا نبطشية بس صنايعية. عايزاكي ترشعي عليكي في وسط راسك يا بنتي. ما تخافيش يما، انا عارفه ده فرح عوض. عقبال ليلتك يا حبيبتي. ليلتي؟ تبتدي عليا يما ولا ايه؟ ليه وانتي اقل منهم يا بنتي ولا اقل منهم؟ غيرش بس لبس الوادي اللي انتي لابساه ده. يما ما كانش ده حالي، كان زمان بلطجيه المنطقه خدوا المحل، وانتي مقتوله، والعيال اخواتي دول انحرفوا. احنا عايشين مع ديابه يما، واحنا ضعاف من غير راجل. هو انت هتفضلي كده طول عمرك؟ مش هتتغيري ابدا. خدي بالك انت بس من العيال، هودي الشغل الفرح وراجع على طول. اشرف الذئب، ايمن الذئب، انس الذئب، وكل ذئاب بلدنا ذيب ذيب. ذيبني بقى. ابطال بلدنا، ابطال بلدنا، اللي خيرهم على البلد كلها، اللي لحم اكتافهم من خيرهم ومن غير سخع ولا تتيت، يعني تجار السبيرتو الاحمر، يعني خمرة الفقراء. وسمعهم يا عم وكورديونك، وقعد يا عم ناسك، قول يا برنس. يبقى كده انتوا وصلكوا 8 يا كبات. بسم الله عليك، ما انت مركزه اهو. طار يا ابن عمي، ما ركز في ايه؟ لا شاطر يا بيت. بيت بيت مين يا عم؟ دي واد على الطلاق واد. ابيات ما تقولش كده. بيت واد على الطلاق واد. ما تخلص بقى يا عم انت وهو، ريحوا نفسكم. بيت بيت بيت. طب اوريك. اوعى يلا نشوك نصين. الله 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 الله، ايه العوق ده؟ ما قلنا بيت تحترم نفسك. طب يلا يلا قولي من هنا، ما تزقش بس. ما طلعت بيت اهي يابا، بس على الطلاق اخلاق واد. المعلم سعيد اماما يعني صاحب البيت الابيض، يعني كل الناس بنت بالطوب الاحمر وهو اللي بنى بالطوب الابيض. ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء متاخر، ابو شيماء متاخر، واللي عليه بلعه هياخدها نخله، واللي عليه نخله هياخدها 100 فدان. ما تتهورش ما تتهورش ما تتهورش ما تتهورش. ابو شيماء اتهور. يا نهار اسود يا نهار اسود، ابو شيماء هيولعها. البان عزه، جديان عزه، خرفان عزه، استلم فلوسك يا اسطى زينو.
نجم صباح الخير يا مصر، المطرب الزميل محمود الحسيني. صحاب السوق ضحكوا عليا وغلقوني، لفولي حاجة بني وشربوني، حسيت احساس غريب معرفش مالي، ما بقتش عارف يميني من شمالي. انا شارب سيجارة بني حاسس ان دماغي بتاكلني، قاعد في الحارة بسقط والغسيل عمال بينقط، والشارع اللي ورايا قدامي، الشارع اللي ورايا قدامي، والكلام على طرف لساني، الكلام على طرف لساني، باجي اتكلم بتلخبط. المعلم حبشي بيك الكبير قائد معركة عين جالوت، ولو مش مصدق افتح كتاب التاريخ فصل الرجالة صفحة المعلم حبشي، هتلاقي سلام المعلم حبشي مكتوب باسمه. واحدة اتجوزت نظار حبت تدلعه، قالت له يا لوحي واحد وحش قوي، اتجوز واحدة وحشة قوي، خلفه عين رموه في الزبالة. استغفر الله العظيم، لا مش هقول لك، مش حلو. واحد رجع في كلامه فجأة خبط في المهران. قول لي لو سمحت، أنا هطلع مسرح إمتى؟ الأستاذ صلاح وردة وصلنا، هيطلع انت يا عزمي. الحمد لله انك عرفتني، بس قول الله يسترك انا هركب المسرح امتى، وانت عارف ان دي جماعيه والكل بيستنى عشان النقود. المسرح وحشني يا ابني، الناس التسقيف والضحك والنكت. تحب اقول لك نكته؟ واحد بيقول لصاحبه عارف صوره الراجل اللي حاطينها على علب السجاير؟ قال له يا ساتر مالها؟ قال له الحكومة بتفكر تحطها على رغيف العيش. حكومتها يا فنان. شربت سجارة تانية نسيتني اسمي في ثانية، شربت سجارة تانية نسيتني اسمي، وسألت No!
عندي ابني حاتم زيك كده، بس هو دارس في القدس الفتوار كمانجا، بس يعزف نوتة من السماع لمؤاخذة زي حالاتك، ما تزعلش مني. ابن حاتم ده وهو صغير أنا كنت باخده معايا أفراح في فنادق خمس نجوم، بس لما كبر ركنت وما بقتش أشتغل خالص. الولد كان نفسه يتفرج عليا وأنا على خشبة المرسح، بس طب وفيها إيه؟ مفيش حاجة عادي، هكلمه حبيبي. ألو، دي آخرة الحكاية. أيوه حاتم يا ابني، مش معايا دي آخرة الحكاية، ما تعمل غاش. طب أنا هديك العنوان وتعالى بسرعة، بس بسرعة هتوبة. سيبونا أعيش حياتي فايل أي حكاية، سيبونا أعيش حياتي فايل أي حكاية، مش هشرب مش هشرب مش هشرب بني تاني ولا أعرف شكله تاني. كوكا 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 يا سيدي والله. يا ما قلت لك بلاش يا عبد الله، امسك نفسك، بقينا زي القرود المتأجرين في حاوي، حتى اللي بيتفرجوا علينا سابونا ومشوا. وانتي كنت رافضة؟ ما انتي كنت تعبانة زي، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش. أبوكي هو اللي كان مضايق علينا 7 سنين وإحنا مكتوب كتابنا، 7 سنين وأنا بنحت في الصخر واخدها مرمطم من ليبيا للعراق للسودان، شلت الطين عشان اعرف اجيب قطين وصاله لحد ما عمري قرب يخلص. يا ما قلت لابويا انا كبرت يابا، دخلنا يابا، لمنا في اوضه في الشقه زي ما الناس بتعمل مع عيالها، لكن عمره ما وافق، عمره ما حس ان احنا كبرنا وان الجنس بقى غول جوانا بينهش في لحمنا. لا صلاة ولا صوم ولا صبر نافع يمنعنا من الغلط. أنا ما غلطتش يا عبد الله، أنا بحبك. ما تخافيش يا جميل، أنت هتعملي العملية، أبوك هيرفع راسه في الحتة كلها.